برحب بحضراتكم في الفقره الطبيه اللي يعني بتكون معانا كل اسبوع، وكل اسبوع بيكون موضوع مختلف. النهارده هنتكلم عن موضوع او مشكله العظام، المشكله اللي اعتقد كومن عند ناس كتيره جدا، وممكن ان احنا نقبلها لما نيجي نسمعها من اشخاص يمكن كبار شويه في السن. لكن الغريب لما تيجي تسمع ان شباب وشباب صغيرين كمان يعني في سن مبكر يجي يشتكوا من مشاكل في العظام، وتيجي تلاقي في الاخر ان في يعني علامات استفهام، طب هو ده بيحصل ليه اصلا؟ طب هل ده راجع لمشكله مثلا في الشخص ده تحديدا او في فئات معينه من الشباب، ولا القصه عامه واسباب ده ايه ونتائج ده ايه وازاي نعالج ده؟ كالعاده هنعرف كل يعني الاجابات على هذه التساؤلات من دكتور دينا ابو السعود اللي بتنورنا، يعني زي ما حضراتكم عارفين. بونجور جدا مره ثانيه. بونجور بونجور. ملف مهم. وفعلا انا مستغربه شخصيا لما اجي اتكلم عن مشاكل في العظام. احنا كنا زمان واحنا صغيرين نعرف ان الموضوع ده بيصيب كبار السن اللي هو جدودنا، ونشوف الناس الكبيره ما تيجي تقعد تقف تتحرك كتير يقول لك ظهري ساعدني سندني، لكن شباب صغير وبيشتكي، وزي ما كنت بتكلم فئات مختلفه مش يعني حالات نادره، لا موجوده طبعا. راجع لايه؟ راجع طبعا راجع لحاجات كتيره جدا جدا جدا. اولا نمط حياتنا اكيد، يعني الشباب اللي بيشتكي من مشاكل في العظم وعظمه بيوجعه نتيجه حاجات كتيره جدا. اولا نقص الكالسيوم، ما بياكلش الاكل اللي فيه كالسيوم، نقص فيتامين د. ليه فيتامين د؟ لان فيتامين د المفروض يبقى موجود اقل حاجه 30 المفروض، او هو اقل حاجه 20 بس انا بحب يخليه 30 و40، عشان فيتامين د هو اللي هيساعد ان الكالسيوم يدخل العظم. من غير فيتامين د مش الكالسيوم مش هيدخل. كثره المشروبات الافراط في المشروبات الغازيه، المشروبات الغازيه نشربها، انا ما بقتش احب احرم حد يعني من الحاجات اللي بيحبها، بس بالاعتدال بالقليل. المشروبات الغازيه فيها فوسفوريك اسيد، ده بيطرد لي الكالسيوم بره اصلا العظم. عندك كمان عدم الحركه، عدم الحركه دي مشكله شباب كتير، انه على طول قاعد عايز يريح. لا، هو وقت الشباب وقت الشغل والحركه والباور. فعدم الحركه دي مشكله. ممكن كمان اللي بيسوقوا مثلا مسافات طويله او شغالين في مكاتب وقاعدين بالسبع ساعات، فتلاقيه بقى يروح قاعد عامل يعني قاعد صح مريح. ده احنا في البرنامج بتلاقي بالزبط. غصب عنك لازم يعني بالزبط. القعده برضو بتبقى مش لازم سليمه طول الوقت، يعني من واحنا صغيرين نحاول نقعد فاردين ظهرنا. كل الحاجات دي بتاثر اكيد. كثره الموالح او الملح الكتير في الاكل، طبعا الملح مهم، صودي مهم للقلب ومهم لحاجات كتير قوي، الكترايت مهم قوي، لكن كثرته بياكل كل حاجه، كثرة منها طبعًا غير الصحية طبعًا تماماً يعني. طبعاً. وأكيد السكر لو عالي نسبته، أنت عارفة لو أول ما السكر بيعلى بيعمل لي مشاكل في الأوعية الدموية، فالأوعية الدموية لو ضيقت عندي الدم مش هيخش العظم. الدم هو اللي بيحمل، زي ما أنا قلت، الدم هو التاكسي أو وسيلة المواصلات، هو اللي بيحمل الكالسيوم وفيتامين د، وعلى فكرة فيتامين سي مهم عشان الكولاجين. فلو الأوعية الدموية ضيقت الدم مش هيخش يغذي العظم، فبيحصل مشاكل في العظم. العظم مهم قوي إن إحنا نعرف نوصله بطولنا، يعني نعرف نروح. حلو المصطلح ده، نوصله بطولنا بالظبط، لأن لو إحنا وقعنا محدش هيشيلنا الحقيقة. فلازم إحنا طول الوقت نهتم بصحتنا ونهتم بعظامنا وحتى أسناننا. يعني لو عندي مشاكل في الكالسيوم هتلاقي السنان فيها مشاكل، هتلاقي الضوافر فيها مشاكل، حاجات كتيره جدا. صح. طيب لو اتكلمنا بقى عن الفيتامينز، يعني بجانب القعده السليمه والتغذيه السليمه والكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده، الفيتامينز اللي احنا محتاجينها علشان العظام وتحديدا لفئه اللي هم الشباب الصغير، ايه هي تحديدا ومتوفره ازاي في قلب مالتي في؟ كالسيوم كالسيوم ثم كالسيوم, كالسيوم ثم كالسيوم. المفروض ان البني ادم الطبيعي بياخد انتيك للكالسيوم 1000 ميلي جرام، انا عندي داخل الف مالتي فيت 70. عشان كده بقول انا ما بقلقش من نسبه لو انا اخدت الف مالتي فيت مثلا. من الاسئله الوارده، اخده كام شهر واستنى كام شهر؟ ايوه، اخده شهر واستنى شهر واخده شهر؟ لا، هو اوريدي الكالسيوم عندي 70 بس، فاقدر اخده لايف ستايل كداعم لتكوين خلايا العظم، ك ك ك ك للقوه بتاعت عظامنا. فما عنديش مشكله ان انا اخد الف مالتي فيت، ومع الكالسيوم اكيد بعمل مونيتور لفيتامين د. يعني كمان لازم اقعد في الشمس على الاقل نص ساعه في اليوم، بس ابقى حاطه الواقي الشمس بتاعي او تلت ساعه في اليوم عشان اعرف ان الجسم يولد لي فيتامين د مع الكالسيوم، لان الكالسيوم فيتامين د بيساعد على دخوله في العظام. طب لو احنا اتكلمنا ان شخص مثلا
لو انا هقول يعني مثال، هندي مثال، شخص ما بيقدرش ان هو يتعرض للشمس، وفي نفس الوقت اللايف ستايل بتاعه مش قد كده ان هو قادر ياكل ويتغذى تغذيه سليمه، لان احنا لازم نكلم كل واحد بظروفه يا دكتور دينا، يعني مش الناس كلها ظروفها فعلا متاحه ان هي تاخد بالها اصلا من صحتها. فاحنا بنحاول نوصل لابعد الحدود، اللي هو الناس اللي ما عندهاش لا وقت ومهمله وحتى امكانياتها لا تسمح، الكلام ده كله ان انا اوصل لهم في الاول وفي الاخر نصيحه، ونصيحه كمان توصل في الاخر ان هو تفيده. فانا الناس دي لما اجي اتكلم معاها اقول لها ايه؟ يعني اجي هنا اقول الب مالتي فيت ممكن يكون كافي ان هو يعزز العظام عند الاشخاص دي، وبالذات لو هتكلم عن الشباب، ولا الوضع مش كافي؟ الب مالتي فيت كافي انه يعزز العظام معاه فيتامين د من الشمس، مهم فيتامين د. ويعني اللي ما عندوش قدره مثلا لاي سبب بياخد سبلمنت فيه فيتامين د لغايه ما بيوصل لغايه ما بيوصل للليفل المظبوط، عشان ده لازم مع ده. الب مالتي فيت فيه داعم للعظام لانه بيحتوي على الكالسيوم وبيحتوي على فيتامين سي، فيتامين سي بيعزز لي بروتين الكولاجين، الكولاجين مهم لعظمنا جدا جدا جدا، مهم لغضاريفنا كلنا. فكمان كالسيوم مع كولاجين، واتعرض للشمس زي ما انا قلت عشان الجسم ينتج فيتامين د. لو لقيت عندي ناقص باخد سبلمنت فيه فيتامين د لغايه ما يوصل بس للحد المطلوب وخلاص، ما بكملش فيه. عشان برضو الناس تبقى فاهمه فكره هنا اتعرض للشمس، ان انت مش لازم تقعد تاخد تان، يعني مش ده المقصود خالص. يعني الناس تقول لك وانا عندي وقت، مش قصه اقعد اخد تان، القصه ان انت تتعرض حتى لو هتقف في الشارع شويه، في الشمس شويه، في البلكونه اقصد يعني. فكل دي، ومش لازم تبقى مثلا يعني هل لازم يبقى الشخص لابس نص كم، ولا القصه مالهاش علاقه برضو بالملابس؟ دي نقطه احب اعرفها منك. بيبقى لابس عادي النص كم عادي جدا. على فكره موضوع البلكونه ده مهم جدا، لان انا مره لقيت اختي كل يوم تصحى الصبح، فعلا والله العظيم فكرتيها، عشان كده بضحك، انت كل يوم الصبح بتصحي تقعد في البلكونه وقالت لي فيتامين د عندي ناقص. فكانت على طول بتبقى لابسه التيشيرت بتاعتها وقاعده. وهي اختك دكتوره برضو ولا؟ اختي اعلاميه. اعلاميه. أيوة. اوكي. بس معلوماتها ايوه. لا هي مثقفه جدا جدا، يعني بتفهم في كل حاجه الحقيقه اختي يعني. فلقيتها بتقولي انا عندي نقص فيتامين د، مهم ان انا اعمل تشيك اب دوري. دي نقطة فعلا مهم، ان بتغيب عن ثقافتنا شوية. خلينا نبقى صراحة جداً. يعني ما بحبش اطلع اتكلم دايما بفكرة هنا ان احنا نجمل، احنا عندنا ثقافة وعندنا مشكلة ان احنا فعلا مش بنهتم بالنقطة دي، احنا بنهتم بيها بعد لما بندرك ان احنا عندنا مرض. يعني بالعكس، احنا لو عملنا تشيك اب وقدرنا ان احنا نكتشف بدري ممكن يساعد جدا في فكرة الشفاء. كلامك صح، انا هوند 100%، على طول بقول الوقاية خير من العلاج. انا بعمل تشيك اب مش لازم ادخل في المطب وابتدي اعالج. انا بعمل تشيك اب دوري، التشيك اب اللي محتاجينه ممكن سوره الدم مره كل 6 شهور، انزيمات كبد وكلى مره كل سنه عشان اطمن ان الاعضاء بتاعتي سليمه، والتشيك اب الدوري للسيدات اللي فوق ال40 عشان الكشف المبكر اكيد حياه، انقاذ لحياه يعني. طبعا الب مالتي فيت داعم جدا للعظم، ومش بس العظم يعني هوند، يعني انا عندي حاجات كتيره جدا الب مالتي فيت بيشتغل عليها، المناعه، النشاط اللي احنا محتاجينها كلنا في الفتره الكارثيه دي تحديدا، النشاط اللي احنا على طول مكسلين، لا المفروض ان يبقى طول الوقت عندنا الباور عشان نعرف نحقق اهدافنا. والحلو فيه يعني احنا مثلا كستات بنشتغل، لما بنيجي بنروح بنقعد نفكر احنا عملنا ايه في اليوم، انجزنا، بنام مرتاحه. لو انا عديت اليوم قاعده في البيت ما بعملش حاجه، فعلا انا ما عملتش حاجه في اليوم ده ليه؟ واللي بيروح ما بيرجعش، فلازم اعرف ادير طاقتي. الب مالتي فيت داعم جدا للتمثيل الغذائي، وبالتالي داعم جدا للنشاط. الب مالتي فيت بيقوي كضد الاكسده، زي ما قلت لك ان الاكسده بتحصل من حاجات كتير، الاكل مش صحي، الدهون الغير صحيه، التدخين، بالظبط اللايف ستايل، كل الحاجات دي بتعمل على الاكسده. فانا لازم ادعم بمضاد اكسده، وده بيتحقق بالب مالتي فيت لاحتواء على فيتامين اي واحتواء على فيتامين سي المضادين للاكسده. كويس جدا. والنقطه تاني اللي الدكتور دينا اتكلمت فيها، فكره هنا الكسل او هذا الملف ده بجد مش حاجه عاديه، لان على فكره قلتي حاجه مهمه قوي، اللي بيروح ما بيرجعش تاني. لما انت تبقى بتعاني من الكسل والخمول وبايام وعلى فترات مستمره، تيجي بعد كده تقول مش مهمه هي راحه، لا هي القصه مش كده، القصه مش راحه، القصه ان انت الكسل اللي عندك ده مش بعد كده بيفيد جسمك، هو كسل بيجيب كسل، خمول بيجيب خمول، بيضيع على حياتك فرص كتيره طبعا. جدا في الحياه. فعالج نفسك زي ما بتقال كده، انت بتزرع من البدايه خالص، من وقت ما بتحط السيد في
التربه، فكره اهتمامك بنفسك يعني التحاليل اللي بتعملها اللي توصل للمكمل الغذائي اللي بيديك بقى الصوره الحلوه في الاخر اللي احنا كلنا محتاجينها ولا غنى عنها في الاول وفي الاخر. يعني نروح لاسئله المشاهدين، لان برضو يعني زي ما احنا كنا بنتكلم اسئله حضراتكم بتبقى في غايه الاهميه وبتبقى مختلفه، فاكيد بنحاول نلم كل حاجه يعني مطروحه. ريحانه او ريحانه عبد المجيد بتقول صباح الخير، كنت عاوزه اسال دكتور دينا على رائحه العرق الكريهه والنفاذه، ليها علاقه بنقص الفيتامينات ولا لا؟ ده سؤال حلو على فكره. جدا. احيانا بتبقى رائحه العرق الكريهه نقص في التمثيل الغذائي، نقص في عمليه الايض، الميتابوليزم، لو الميتابوليزم لو انا ما بحرقش والميتابوليزم شغال كويس ده بيعمل لي تراكم للسموم والفضلات. قلت قبل كده ان التمثيل الغذائي من اهم فوائده انه بيذل السموم والفضلات من الجسم، فممكن يكون عندها نقص فيتامين بي كومبلكس بجميع انواعه. الكوبالامين مهم للتمثيل الغذائي، الثيامين، النياسين، البيوتين، الفوليك اسيد، كل دول بيحولوا لي الاكل طاقه وبيدعم لي سرعه الايض جدا، فلو دعمت سرعه الايض وقتها بتطرد السموم مش هيبقى عندها رائحه كريهه. اقول ريحانه تقدر تستخدم الب مالتي فيت، هو كفايه قوي قرص واحد في اليوم، ما نكترش عن كده. بعد الفطار بساعة على كوباية مية كبيرة، لأن معظمه ووتر سوليبل، زائد في الماء، يعني الإكسيد حتى بينزل في البول ما بيتخزنش في الخلايا. كويس جدا. طيب ربابة عصام بتقول أعرف إزاي دي بعاني من الأنيميا، يعني إيه الأعراض وهل في تحاليل مثلا معينة أعملها وإزاي أقي نفسي من الإصابة بالأنيميا؟ وجزيل الشكر. اعرف ان انا ممكن اكون عندي انيميا من، لو هتكلم على اللي انا بحس بيه، تعب دائم، تعب حتى انا مش مثلا في جيم ولا حاجه فراجعه تعبانه، لا هو انا تعبانه من وانا صاحيه من النوم قاعده على التلفزيون انا حاسه بتعب. صحيح، ناس كتير بتعاني من ده فعلا. التعب، الارهاق، ممكن ضربات التاكي كارديا، ضربات القلب العاليه، ممكن ضيق التنفس، الم في الصدر، الشعر اللي بيقع، الوش الشاحب المصفر، الايد والرجل اللي على طول باردين ومنملين، دول ممكن يكونوا اعراض نقص الحديد وفيتامين بي 12 الاثنين مع بعض، يعني ده مهم. التحاليل السي بي سي اكيد هي اللي بتبين لي، اللي هو كومبليت بلاد بيكتشر، بيبين لي الهيموجلوبين عند الست المفروض ما يقلش عن 12 ونص او 12، عند الراجل بنسيب له واحد يعني بيبقى 13، لان الست انت عارفه وقت الدوره الشهريه بتفقد دم يعني. فلازم تعمل تحليل السي بي سي، تتاكد من الهيموجلوبين وتتاكد من نسبه الحديد، والدعم بالب مالتي فيت اللي بيدعم كرات الدم الحمراء لاحتوائه على كوبالامين. موضوع الانيميا كمان يا دكتور لو تصححي لي ملوش علاقه بالوزن، يعني في ناس تخينه وعندها انيميا، طب هو ده ازاي برضه؟ بياكلوا الاكل مش صحي اللي بيتخن والحديد عندهم ما بياكلوش اكل فيه حديد، والحديد ما بيمتصش، يعني حتى لو بياكلوا اكل فيه حديد المعده مش بتمتصه، بيسموه المعدن الملك، مش صعب الامتصاص. الحديد بيحب الزنك وفيتامين سي، الاثنين بيساعدوا على الامتصاص، وده داخل الب مالتي فيت. فموضوع التخن والخسسان مش علاقه بالانيميا اطلاقا. بالظبط اطلاقا، يعني كل اللي انت عايزه بس كل اكل صحي، عشان في الاول وفي الاخر انت بيتحسب عليك الاكل اللي بتاكله، فكل اكل صحي بدل ما تقعد تاكل اكل ياثر على الشكل العام ولكن من الداخل كارثي، يعني طبعًا. احنا في غنى عن ده فعلا. محمد إبراهيم بيقول أنا بحس من وقت للتاني واخذ في صوابع إيدي وكمان بتنمل كتير، فده سببه إيه؟ طبعا هو أول حاجة لازم يعمل تحليل السكر التراكمي، أهم حاجة التراكمي، بس عندي الصايم العشوائي لو، ويتأكد أن نسبة السكر كويسة في الدم. ممكن يبقى بعد كده نقص في فيتامين بي، لأن فيتامين بي داعم جدا للأعصاب، كله مشتقات فيتامين بي، مش هتكلم على فيتامين بي معين، داعم جدا للأعصاب. يقدر لما يتأكد ويطمن على صحته ويطمن على نسبة السكر في الدم وأنه مش محتاج لدكتور، يقدر يجرب ألب مالتي فيت معانا، في خلال أسبوعين هيلاقي أن الدنيا معاه اتحسنت جدا إن شاء الله. طيب إيه التحاليل أصلا اللي أنا المفروض أعملها علشان أعرف أنا عظامي جيدة مش جيدة؟ وهل لازم الواحد يعاني من ألم في العظام عشان يبقى عنده أو يعرف أنه عنده مشكلة؟ ولا القصة برضو ممكن في أمراض كده بتبقى مفاجآت، تروحي تعملي التحليل أو الأشعة تتفاجئي سبحان الله. هل العظام محتاج تحاليل معينة؟ وإيه اللي أصلا يعني إيه اللي أنا أقدر أعرف بيه أن أنا عندي مشكلة؟
تحاليل العظام بنعمل تحليل كالسيوم، بنعمل كالسيوم مهم قوي، تحليل الكالسيوم ومهم مع تحليل فيتامين د جدا، الاثنين دول مهمين جدا مع بعض. لو لقينا نقص في الكالسيوم، نقص رهيب يعني، لو نقص شديد بتقدر تستشير الدكتور تقول له مثلا الب مالتي فيت عندي 70، ممكن مثلا يقول لها انت محتاجه مع الب مالتي فيت نسبه كالسيوم اعلى، بس ما حدش ياخد نسبه كالسيوم اعلى غير بعد التحليل. اوكي دي نقطة مهمة، ده مهم، محدش ياخد اكسترا كالسيوم غير بعد التحليل. الدكتور ممكن يمشيها على نسبه عاليه جدا من الكالسيوم زي ما هو بيشوف شهر شهرين، وبعد كده بتمشي لايف ستايل على الب مالتي فيت كداعم. فمهم ان انا اعمل تحليل الكالسيوم وفيتامين د معايا، مهم جدا. طب هو لو انا بتكلم دلوقتي يعني في الاعراض في العموم، يعني انا مثلا ولد عنده 12 سنه، عنده 16 سنه، يعني اللي هم التينيجرز، وشخص حقارنه بمثلا فوق ال 60، معلش ايه اسباب هنا النقص او مشاكل العظام، وايه اسباب هنا نقص او مشاكل العظام؟ يعني قارني لي كده بين السن الكبير هو وصغر كل السن. ما البني ادم بيكبر كتله العظم دي يعني الطبيعه البشريه، دي الطبيعه البشريه ان كتله العظم عندي بتقل، فطبيعي ان اللي بيكبر في السن العظم بتاعه بيحصل له اكيد مشاكل. الصغيرين ممكن زي ما انا قلت سوء التغذيه، التدخين على فكره مشكله كبيره، بتلاقي عيال بيدخنوا، دي كارثه، كارثه فعلا. برضو التدخين بيأثر، المشروبات الغازيه، الاملاح. بس عايزه اقول على حاجه، مش كل مشاكل العظم، يعني انا عندي مشاكل عظم من كساح، من لين عظام، من حاجات كتير، بس انا عندي مشاكل عظم تانية محتاجه دكتور يا جماعه. زي ايه بقى؟ زي الروماتويد او التهاب المفاصل الروماتويدي، دي بتبقى مشكله مناعيه، ان المناعه بتهاجم العظم بتاعي، وقتها لازم الجا لطبيب مناعه فورا. فلازم الناس تبقى فاهمه ان في فرق بين نقص الكالسيوم وفي فرق بين الروماتويد او الالتهاب المفاصل الروماتويدي. احيانا اليوريك اسيد، النقرس اليوريك اسيد لما بيعلى في الدم بيعمل لي مشاكل في العظم، فلازم برضو اعرف اليوريك اسيد نسبته ايه، يعني مش 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 كل حاجه نقص كذا، يعني انا عندي زي ما انا قلت لك مشاكل مناعيه لازم الجا للطبيب لو انا عندي التهاب مفصل ريماتويدي اكيد. اوكي اكيد. طيب الناس اللي هي بتشتغل كيعني سواقين، دول برضو اللي هم بيقودوا السيارة بشكل يعني طويل جدا، أو حتى الأشخاص اللي بتشتغل عادي بس بتسوق سيارتها لمسافات طويلة، في ناس على فكرة بتشتغل في محافظات وبتيجي للقاهرة، فمعلش برضو الناس دي بتعاني أكيد من العمود الفقري، مشاكل طبعاً. يعني فبرضو ننصحهم بإيه، نقول لهم إيه؟ ده بيعانوا من موضوع العمود الفقري وعايزين يركزوا كمان، يعني عايزين التركيز، وبيعانوا لو عندهم خمول وكسل وبيمشوا بالساعات دي، ده كل حاجة بقى متجمعة في المثال ده. لا بنصحهم أكيد هذه الفئة، أكيد بنصحهم بقلب مالتي فيت. أولا السعر هيبقى مناسب جدا، لأن ممكن يسألك إيه مثلا المرتب بتاعي لو أخدت منه كذا كل شهر، لا ده السعر تحفة، ما عنديش أي مشكلة. والله إحنا عايزين نقوله بس يعني لولا إنه ما ينفعش. أيوة بس السعر فعلا يعني حتى محدود الدخل يقدروا يجيبوه. بالظبط بالظبط. وكبسولة واحدة هيدعموا كمناعة، هيدعموا كقوة، كصحة عظم، كمضاد أكسدة. بكبسولة واحدة هياخد فيتامين سي، وهياخد زنك، وهياخد نحاس، وهياخد فيتامين بي كومبلكس، وهياخد كالسيوم، فهيبقى داعم ليهم جدا. هياخد كبسولة بعد الفطار بساعة على كوباية مية كبيرة، وهيلاقي إن العظم بتاعه لو عنده مشكلة في الكالسيوم أو نقص الكالسيوم هيتحسن، التركيز، القوة بتاعته، المناعة بتاعته، النشاط والمزاج، المود بتاعه هيبقى صحيح. والناس اللي بتسافر برضو مسافات طويلة جدا في الطيارة برضو بتبقى كارثية، لو حد مسافر مثلا من القاهرة لنيويورك 12 ساعة بتبقى مؤلمة يعني. أيوة صح. وأمثلة كتيرة جدا، نحاول على قد ما نقدر نحافظ على نفسنا، ويعني زي ما بيتقال كده نصلح اللي ما يمكن إصلاحه. صح. يعني لأن الموضوع لازم بيبدأ من الثقافة من البداية، إحنا من وإحنا صغيرين لازم الأهالي يعلموا الأطفال يقعدوا إزاي. إحنا دلوقتي بنشوف يعني أنا مش عارفة والله هل ده أكيد في كل بيت بيبقوا ماسكين التليفون وتانيين ظهرهم تانية غريبة جدا، درجة إن الدم ممكن ينزل في يعني لا حاجات أو بوزيشنز في القعدة بشع بشع أو كارثي من الصغر. فلازم نخلي بالنا علشان ده بنبني، إحنا أنا بحس جسم صح. الإنسان بيبني، الواحد بيبني دايما السنين عمره يعني صحته، فمفيش داعي صح. أبدا دكتور دينا نورتينا مره ثانيه، لسه مواضيعنا ما خلصتش وملفاتنا لسه كتيره جدا على مدار ان شاء الله الاسابيع والحلقات القادمه هنتكلم فيها كلها مع دكتور دينا. وبرده بفكر حضراتكم اسئلتكم مهمه جدا، ابعتوا لنا واحنا كل الاسئله ان شاء الله هنقدر نجاوب عليها على الهواء مباشره مع دكتور دينا ابو السعود. حلقه كده خلصت.